السعودية تنتصر على يورجن كلوب، محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي ويصل غدا في 6 مساء بطيارة خاصة لتوقيع العقود. اتحاد جدة أقنع محمد صلاح في جلسة استمرت 4 ساعات على التجديد وأبدى موافقته. ده بالظبط اللي نشرته صحيفة عكاظ السعودية وأغلب المواقع السعودية، وأنا من هنا طالع أتكلم وأقول الكلام ده فعلا حقيقي. وأنا كمصري أتمنى إن صلاح يروح الدوري السعودي ويروح السعودية ولا لا، ده هرد عليه جوه الحلقة. بس قبل كل ده طبعا لايكك الجميل وشيرك الجميل ورأيك في الكومنتات يهمني، ونصلي على حبيبنا وشفعنا محمد صلى الله عليه وسلم. ملك مصر محمد صلاح يقترب من الدوري السعودي، فيلا في البداية العنوان ان صحيفة عكاظ خلاص اكدت وبتأكد ان محمد صلاح هيمضي بكرة وموافق على عرض اتحاد جدة، وان خلاص محمد صلاح في اتحاد جدة والطيارة خاصة هتجيبه بكرة الساعة 6 مساء بالتحديد. انا والمواقع واغلب المواقع بتؤكد ده، انا هقول رأيي. انا راجل موافق ان محمد صلاح، يعني اتبسط ان محمد صلاح هيروح الدوري السعودي لكذا سبب، هفرر لكم الاسباب. وبرضو كلام صح ولا غلط، الثقة دي مش هتيجي من الكلام اللي بيتقال على المواقع ومن صحيفة عكاظ، لازم يكون في حاجة. ما هو يا جماعة دي ثقة، بيتكلموا بثقة، فيبقى محمد صلاح الأمور منتهية. يعني ما هو كده، يعني هنجيب الأخبار منين؟ ما هي منهم، من السعودية. فخليني أقول لك أنا كعصام كمصري موافق ليه إن محمد صلاح يروح اتحاد جدة. أولاً العرض مغري ومغري جدا، مش لصلاح بس، لليفربول. محمد صلاح هيتحصل على 16 مليار مصري في 3 سنين مع امتيازات تانية كتيرة. فعلى المستوى المادي صفقة حلوة لصلاح وربنا يهنيه بالفلوس. رقم 2، ان ليفربول في الوقت الراهن ما بيمرش بافضل فتراته، ومع احترامي لمشجعين ليفربول والليفربول يلعب في دوري ابطال ودوري هياخد ايه محمد صلاح؟ هل هياخد الدوري تاني؟ صعب. دوري ابطال صعب، الكرة الذهبية صعب. محمد صلاح كمان سنتين لو مستوى نزل ليفربول هيبيعه، فيبقى محمد صلاح خسر العرض المادي القوي، وليفربول ماهيش في افضل حالاتها، فما فيش اضافة جديدة، وخد دوري ابطال وخد دوري انجليزي والدنيا حلوة. رقم 3، ان الدوري السعودي بيتجه بقوة انه يبقى من اقوى الدوريات الموجودة في العالم. ممكن يعدي الدوري الانجليزي، ممكن يعدي الدوري الانجليزي لو استمرت الانتدابات بنفس النمط والشكل. سنتين 3 قل او كثر الدوري السعودي هيبقى نمبر 1 بنفس النهج اللي ماشيين بيه. دي رقم 3. رقم 4، رايح فرقة كبيرة، اتحاد جدة من الفرق الكبيرة في السعودية، يعني حدث ولا حرج عن اتحاد جدة، وعنده كاس عالم للأندية هيتلعب. ممكن نقع معهم كأهلوية، بس مفيش مشاكل. فكل دي مميزات. وغير ده كله محمد صلاح رقم 5 بقى، محمد صلاح رايح دولة إسلامية فيها هيتربى أولاده كويس، مش هيخاف عليهم زي ما هيخاف في أوروبا. على الأقل يا سيدي كل سنة حج كذا، حجة وحجة وكذا عمرة، في أحلى من كده وأجمل من كده؟ والله ما في اجمل من كده. الواحد لو هيروح السعوديه وبلاش وشغال ببلاش عشان يعمل ده، احنا بنقول افتراضا انها ببلاش، لكن ده مليارات وعمره وحج، هيربي عياله في اجواء دينيه اسلاميه مهما كانت.
فدي كلها مزايا متعددة لذهاب صلاح للدوري السعودي. ومش بس كده، اتحاد جدة هيستفاد وهيستفاد. اتحاد جدة رايح له لعيب عالمي، لعيب يتقارن برونالدو وميسي، لعيب كبير واخد هداف الدوري الانجليزي 3 مرات، واخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي 2، واخد احسن لاعب في افريقيا 2. محمد صلاح هيبقى اضافه فنيه كبيره لاتحاد جدة. رقم 2، العالم وانظار العالم هتتجه اكتر للدوري السعودي بذهاب محمد صلاح هنا، والقيمة التسويقية هتزيد. رقم 4 او 3، دخلنا في 4 3، ان مصريين كتير بيحبوا محمد صلاح، وكان مشاهدتهم للدوري الانجليزي عشان محمد صلاح، هيروحوا يتفرجوا على الدوري السعودي. مزايا للطرفين ومزايا لمحمد صلاح والاتحاد جدة كتيرة. شايف من وجهة نظري ان محمد صلاح انه يروح هناك قرار كويس من كل الجهات، للاتحاد والصلاح. كده انا بكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة. بكرة في مباراة نارية، الاتحاد والهلال في الدوري السعودي، استنونا بعد المباراة. لايكك الجميل وشيرك الجميل، وسلام.